أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور الاحتفال الذي أقامه السيد دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا الصديقة مساء اليوم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقيادة وشعب جمهورية إيطاليا الصديقة بهذه المناسبة الوطنية، وتمنيات سموه لإيطاليا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والتطور. وأكد سموه عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا وتميزها في مختلف المجالات، منوها بحرص البحرين على توسيع أطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من ناحيته أعرب سفير جمهورية إيطاليا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتنمية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء في شتى القطاعات.